لما انتهى الأسد من قتل صديقه ثور شتربة، أسرع دمنة إلى أخيه كليلة وأخبره أن حيلته قد نجحت في الإيقاع بين الأسد وشتربة، وأنه قد انتهى من عدوه ثور وتخلص منه إلى الأبد. فحزن كليلة حزنا شديدا وقال له: لقد نهيتك عن المشي بالنميمة والإيقاع بين الأبرياء بالكذب والزور والبهتان حتى تتخلص من عدوك بهذه الحيلة الدنيئة والفعلة الخسيسة، لكنك لم تنصت إلى كلامي ولم تستمع إلى نصيحتي حتى تسببت في قتل بريء. فضحك دمنا ساخرا وقال: الغاية تبرر الوسيلة، ولقد كانت غايتي شريفة وهي أن أسترد مكانتي الرفيعة عند الأسد، فليس مهما إن مات ثور أو لم يمت. فقال كليلة: أنت أناني وحقير خسيس، لا تهتم إلا بتحقيق مصلحتك الشخصية حتى لو طارت رؤوس. وكان النمر يمر قريبا منهما في تلك اللحظة، فسمع المحاورة التي دارت بين كليلة ودمنة وحفظها في رأسه، وكمن حتى يسمع بقية ما دار بينهما. فقال كليلة: لقد جنيت على نفسك جناية كبيرة وحكمت عليها بالموت، إذا كشف أمرك للأسد وعرف غدرك، فلن يكتفي بقتلك مخافة شرك وغدرك. ولقد نصحتك فلم تستمع لنصحي، ولابد لي من مفارقتك والابتعاد عنك. فلما سمع النمر كلامهما وعلم بخيانة دمنة لعهده وتسببه في قتل ثور شتربة، ابتعد عنهما وهو يتعجب مما سمع. أما الأسد فإنه بعد أن قتل ثور ندم ندما شديدا وقال: لقد فجعت بقتل أعز أصحابي وخير مستشاري وأفضل ناصح أمين لي، كيف حدث ذلك في لحظة غضب مني؟ وربما كان بريئا أو مكذوبا عليه. ثم تذكر كيف دخل الثور عليه غاضبا وثائرا فقال: لكنه كان حريصا على قتلي، لو لم أقتله أنا لسارع هو لقتلي. وبعد قليل دخل عليه دمنا فقال له: ماذا يحزنك أيها الملك وقد نصرك الله وأهلك عدوك الذي سعى لقتلك؟ يحق لك أن تفرح بدلا من أن تحزن وتجلس مهموما هكذا. فقال الأسد: أنا حزين من أجل عقل شتربة وعلمه وأدبه، ولا تنس أنه كان أخلص أصدقائي لي بالنصيحة، وأنه كان مستشاري وكاتم أسراري. فقال دمنة: العاقل لا يرحم أعداءه، وقد كان شتربة عدوك لأنه كان ينوي قتلك والاستيلاء على ملكك. فقال الأسد حزينا: لقد مضى هذا الأمر بخيره وشره، وأرجو أن أنساه بسهولة. أما النمر فإنه بعد أن سمع ما دار بين كليلة ودمنة من كلام وعلم بخيانة دمنة وغدره، فإنه توجه مباشرة إلى أم الأسد وأخذ عليها العهود والمواثيق ألا تفشي ما سوف يبوح به إليها من أسرار لأحد. فلما عاهدته على ذلك أخبرها بكل الحوار الذي دار بين الأخوين كليلة ودمنة، وكيف أن دمنة قد خدع الأسد وكذب عليه حتى قتل شتربة بدون ذنب أو جناية ارتكبها ثم انصرف. فنهضت الأم متجهة إلى الأسد، فلما دخلت عليه ونظرت إليه وجدته يجلس حزينا مهموما على صديقه شتربة، فقالت له: ما هذا الحزن الذي يعلو وجهك، والضيق الذي يملأ صدرك، والهم الذي يكاد يقتلك يا بني؟ فتنهد الأسد في ضيق وقال في ألم: يحزنني قتل شتربة، ولا تنسي يا أمي أنه كان خير صاحب وأفضل ناصح وأحسن من أستشيره في أموري كلها وأبثه أسراري حلوها ومرها. فقالت الأم معاتبة:
وكيف تقدم على قتل شتربة دون علم أو يقين بعداوته، وحتى قبل أن تثبت خيانته. إن هذا هو الحمق بعينه، ولولا أن يلحقني الإثم ويركبني الذنب بسبب إذاعة الأسرار لأخبرتك بما علمت. فقال الأسد: إذا كان عندك رأي يا أمي فيما حدث فلا تخفيه عني، وإن كان أحد قد أذاع إليك سرا فأخبريني به. فأخبرته الأم بكل ما أخبرها به النمر، دون أن تذكر له أن النمر هو الذي باح إليها بذلك. فعلم الأسد أن دمنة قد كذب عليه وخدعه، وأنه مشى بالغدر والخيانة بينه وبين شتربة حتى أوقع بينهما. ولما انتهت الأم من حديثها استدعى قادة جنده وأمرهم أن يقبضوا على دمنة ويحذروه في الحال مكبلا بالأغلال. فلما مثل دمنة بين يدي الأسد ورآه حزينا غاضبا قال له: ما الذي حدث أيها الملك حتى تأمر جندك فيأتوا بي مكبلا على هذه الصورة المشينة؟ فقالت أم الأسد: ما حدث أن الملك لن يدعك تعيش بعد اليوم طرفة عين أيها الخائن الغادر المخادع. فتعجب دمنة قائلة: أي ذنب جنيت حتى يقتلني الملك؟ فقالت الأم: أنت أدرى بجرمك وأعلم بذنبك. فقال دمنة مراوغة: من الصواب ألا يعجل الملك في قتلي لمجرد كلام كاذب قد يكون سمعه عني. لست أقول ذلك خوفا من الموت، لأن كل حي لا بد أن يذوق الموت مهما طال في الحياة عمره. فقال أحد الحاضرين: إنك تقول ذلك خوفا من الموت والتماسا لعذر تفر به منه. فقال دمنة: وما العيب في أن يلتمس الإنسان لنفسه عذرا ينجو به من الموت؟ هل هناك أغلى من النفس؟ فقالت أم الأسد: لقد عجبت من جرأتك أيها الكاذب المحتال وشدة وقاحتك. فقال دمنة: لأنك تنظرين إلي بعين واحدة وتسمعين مني بأذن واحدة، فلن تصلي إلى معرفة الحقيقة أبدا. فقالت الأم متعجبة: وما هي الحقيقة أيها الكذوب المحتال؟ فقال دمنة في تبجح: لقد سعى بعضهم بالنميمة علي عند الملك، ولابد أن يكون قد لفق لي تهمة باطلة وجريمة لم أرتكبها. فقالت أم الأسد غاضبة: ألا ترون هذا الشقي الذي يحاول أن يصور نفسه بصورة البريء مع عظم ذنبه؟ فقال دمنة في تبجح: الشقي هو الذي لا يستطيع أن ينفي عن نفسه تهمة باطلة لحقت به من نمام حقود. وظل دمنة يجادل بالباطل وينفي عن نفسه التهم الموجهة إليه، ولم يطق الأسد أن يستمع إلى مزيد من الحيل والأكاذيب التي راح دمنة يلفقها حتى يبرئ نفسه. فأصدر أمره بأن يسلم دمنة إلى القاضي حتى يحقق معه ويحدد مدى براءته من جرمه، ثم يصدر عليه حكمه الذي يراه حتى يأخذ العدل مجراه. فأمر القاضي بأن يودع دمنة في السجن حتى تبدأ إجراءات محاكمته، وهكذا أودع الحراس دمنة في السجن. وفي أثناء الليل أرسل دمنة إلى أخيه كليلة فحضر إليه متخفية، ولما رآه كليلة في قيوده داخل السجن بكى من منظره وقال له: هل رأيت يا أخي عاقبة عدم استماعك إلى نصحي ومشيك بين الناس بالنميمة وقتلك الأبرياء بالغدر والخديعة؟ لقد نصحتك لكنك لم تستمع إلى نصحي، ولو أنني كنت قد قصرت معك في النصيحة ووافقتك على فعالك القبيحة لكنت شريكك في الجرم وكنت معك الآن في السجن. فقال دمنة: لقد تأكدت الآن من إخلاصك في نصحي، لكنني قد ارتكبت جرمي ولن يجدي الندم الآن. واستمر الحوار بينهما لفترة،
وكان قريبا منهما في السجن فهد من الحراس، فسمع كلامهما وعلم أن دمنا مجرم وأن كليل بريء، فحفظ ما دار بينهما من حوار حتى يدلي به إلى القاضي إذا احتاج إلى شهود. وفي الصباح جلس القاضي في مجلسه وأمر الحراس أن يحضروا دمنا من السجن حتى تبدأ إجراءات محاكمته العلنية والتي حضرها الجند وكثير من الرعية. وبدأ القاضي افتتاح المحاكمة بقوله: أيها الجمع، قد علمتم أن الملك سيد السباع قد أصابه الكثير من الغم والهم لقتل صديقه وأخلص أعوانه ومستشاره شتيبة، لأنه يرى أنه قتل شتيبة بغير ذنب جناه، وأنه لولا كذب دمنا وسعيه بالكذب والنميمة بينهما ما قتله. ثم نظر إلى الجمع الحاشد الذين حضروا لشهود المحاكمة وقال: فعلى أي شخص منكم يعلم أي شيء من أمر ذلك الخائن دمنا، سواء أن كان خيرا أو شرا، أن يتقدم إلى هنا ويخبرني به حتى يسمعه الجميع، وحتى نثبت أن دمنا بريء، فإن ثبت ذلك برأناه، وإن كان جانيا حكمنا عليه بالقتل عقابا على قتل شتربة. وأضاف القاضي محذرة: وإياكم وشهادة الزور أو الكذب، لأن من أعظم الخطايا شهادة الزور، ومن أعظمها أيضا قتل بريء بدون ذنب، والسعي بين الناس بالغيبة والنميمة والكذب والإيقاع بينهما حتى يقتل بعضهم بعضا كما حدث. ومن علم شيئا من جرم دمنا وأخفاه يكون مشاركا له في الإثم والجريمة، وسيناله مثل ما ينال دمنا من عقاب. فقال دمنا محذرا في تبجح: من شهد بما لم يرى أو يسمع كان أشد جرما ممن ارتكب الجرم نفسه، وأنا أحذركم من شهادة الزور. وهنا قام الخنزير وقال: أنا لدي ما أحب أن أدلي به بخصوص ذلك المجرم الواقف في القفص.